صباح الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. غنتكلموا فيها اليوم كذلك على الحياة الزوجية، على الأزواج، ولكن غنتكلموا على الأزواج اللي تيكونوا هما مزوجين ولكن ما ساكنينش مع بعضياتهم، بعاد على بعضياتهم. طبعا هذا الموضوع معك دكتورة أمال شبر. صباح الخير. صباح النور عزيزة. هذا الموضوع شحال وحنا تنقولوا غنتكلموا عليه، لأنه كان تيجي في بعض المكالمات لمواضيع أخرى. نعم. وكنا كنلاحظوا أنه بزاف الناس تيتكلموا على هذه المسألة هذه، أن الزوج ديالها معيش معها، أو لا مثلا السيده مزوجه بشي واحد في الخارج، او للعكس. نعم. نعم. هو هنايا والزوجه ديالو مثلا في الخارج. نعم. كيفاش كيديروا هاد الناس؟ يعني اش غنقول لك، يعني هو ماشي اختيار لا بد. نعم. من أكيد. الاول أكيد. يعني بعض الناس كيتزوجوا كيتوكلوا على الله، كيقولوا صافي حنا تزوجنا، ولكن يمكن الخدمه ديالهم. نعم. الخدمه ديالهم كتطلب كيمشيو لشي مدينه اخرى. ولا يكونوا بعاد على بعضياتهم حتى في المدن، يعني واخا في نفس البلد. المدن بيان سور، بحال دابا كاين، ما تصورش كاين دي ميتي، كاين خدمات اللي كتطلب كل واحد كيتحول. يعني يعني بحال دابا نعطيك غير اطباء. نعم. بحال دابا فين كيكمل هذا الدكتوراه ديالو كيخصو يمشي يدير يخدم في واحد المدينه، بعض المرات كيصيفطو مدينه واحده اخرى، كيكونوا تزوجوا حيت هما كيقراو طوال. نعم. يعني في مده طويله كيكونوا تزوجوا، يمكن عندهم اطفال. واحد كيبقى في مدينه الاخر في مدينه، يعني بعض المرات كيكون قرار يعني من الاول من غير يعني ناس اخرين. يمكن الراجل خدام في مدينه، البنت مازال كتقرا. نعم. مع والديها في شي مدينه اخرى كيقولوا يعني كيتزوجوا. ولكن كيتزوجوا دائما على امل انهم غادي يتجمعوا واحد النهار في بيت واحد كيتلاقاو. ولكن امل الملاحظ انه الا كتذكري في بعض المكالمات اللي كنا تلقينا في حلقات سابقه حتى في الراديو في مواضيع اخرى، وانا عقلت على واحد المكالمه ديال السيده اللي كانت قالت لنا ان الزوج ديالها ما ساكنش معاها. ملي تزوجوا لسنين وهو في مدينه بعيده. نعم. ومنين سكن معاها ولات كتحس بمشكل، ولفات انها تعيش بعيده عليه. نعم. خلقت لها المساله مشكل. يعني واش هاد الناس ما تيولفوش انهم يعيشوا تحت سقف واحد او لا؟ شوف، هي واحد العيشه اللي هي في شكل اخر. يعني هي عندها نقاط قوه ديالها ونقاط ضعف ديالها. نقاط القوه امل، نقاط القوه بحال اي حاجه في الحياه، مثلاً نقاط القوه ديالها دائما موحشين بعضياتهم. نعم. الشوق، يعني كاين الشوق، يعني دائما موحشين بعضياتهم، دائما يعني هذه النقطه. ما كاينش النقير كل نهار، ما كاينش النقير. يعني ولكن علما ان الواحد فين كيتزوج راه خصو يجي واحد النهار خصهم يتجمعوا. نعم. ولكن يمكن في واحد الوقت الاعوام الاولى، العام، عامين، ثلاث سنين، كيخصهم يمكن يخدموا ولا يوجدوا. نعم. لذاك الوقت اللي غيجتمعوا. هاد السيده اللي ذكرت انايا فاش عيطتنا في الراديو، اون بارل دو لا ميم بيرسون، وي عقلت عليها. وساكنه في مدينه فاس العقل، والزوج ديالها فاش دخل قالت لك انايا، هي كانت ولدات وعايشه مع والديها، هي بحال اللي مجوجه وما مجوجاش. يعني مجوجه حيت مجوجه عندها وليد، ولكن عايشه مع والديها، يعني المسؤوليه ديال الحياه الزوجيه ما عندهاش. ما كطيب، ما كتقاد دارها، ما هي خدامه. نعم. وصافي ولدها ولا مع بنتها مقابلينها. نعم. مقابلين والديها. فمنين جا الزوج تخلق لها مشكل، ما ولفاتش هي هذيك الحياه. ماشي مشكل، يعني هذيك هي الحقيقه ديال الزواج. يعني بالنسبه لها لا، يعني انا كنت جاوبتها على عقلتي، قلت لها هو دابا على سلامتك، راه دابا عاد تزوجتي، دابا خص الحياه تعلمي كيفاش تعيشي. نعم. مع انسان اللي اختاريتيه واختارك في بيت واحد. نعم. دونك كاين قوانين اخرى، كاين مسؤوليه اخرى. نعم. خصنا ننضجوا، خصنا نلقاو واحد حلول وسط. ولكن اللي بغيت نرجع للموضوع ديالنا لا سمحتي عزيزه، حيت الازواج اللي عايشين بعاد عاود المشكله. الوغ اللي قلت لك كاين نقاط قوه ولكن كاين نقاط ضعف. شنو هي؟ هي بعض المرات كيدخل الشك بيناتهم. ناري شنو كيدير، ناري شنو كدير، واش كتفكر فيا، واش كيفكر فيا. نعم. علاش ما عيطلياش. يعني كاين واحد القوانين اللي خصنا نحترموها فين كيكون هذا الزواج على بعد. نعم. خصنا كقوانين خصنا نحترموها باش كنخليو ديك العلاقه الزوجيه كتبقى، يعني رغم البعد، رغم البعد كيكون واحد الثقه بيناتهم. نعم. بعد القوانين، بعد الافكار، بحال دابا كل نهار نعيطوا لبعضياتنا، دابا التليفون. نعم. يعني الانترنت ممكن يشوفوا حتى بعضياتهم. يعني بحال دابا نعاود ليه نهاري، يعاود ليا نهارو. يكون واحد التقارب، واخا
ماشي واخا ماشي فيزيكمون يعني جسديا ماشي مع بعضياتنا، ولكن على بعد نعيط ليه، يعيط ليا، يعاود ليا، نعاود ليه، يقول لي كلمات اللي انا محتاجاهم ديال الحب بانني توحشني توحشتو. يعني دي شوز اللي كيفاش يحسوا بالبريزونس ديال كل واحد يعني في حياه الاخر، بانه كاين معايا وبانها كاينه معايا. تريز امبورطون. غادي ناخذ مكالمات امال الا سمحتي ونشوفوا ربما حالات اخرى ديال هذا لو مارياج ا ديستانس. ومعنا مكالمة من عند نادية اللي كتصل بنا مدينة مراكش. ألو 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 لالا نادية. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك لالا نادية. الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا بك، تفضلي. أنا من المتابعين ديال هذا البرنامج ديالكم. الصباح برنامج جميل بزاف. مرحبا بك. يعني كتدخلوا البيوت ديالنا بدون استئذان، يعني القلوب والبيوت. بارك الله فيك لالا. مرحبا بك، مرحبا بك اون توكا. وحنا هذا الواجب ديالنا لالا، ونتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم. الوغ شنو هو السؤال ديالك لالا نادية؟ الله يخليك. السؤال ديالك يعني عندي واحد المشكل، يعني الزوج ديالي دائما بعيد عليا، فهمت؟ دابا انا عارفه دابا راسي مزوجه، ولكن في نفس الوقت ما مزوجاش، فهمتي؟ دابا دائما كنعيش واحد المشكل، وهاد الغضب ديالي وهاد العنف وهاد الشيء تنحس به تيوصل ليا حتى الوليدات ديالي. بعض المرات تنقدر نضرب وما تنعقلش. نعم يعني كتعصبي. الزوج ديالك فين هو يا لالا ناديه؟ واش معايش معاك في مراكش؟ لا، متنقل، عنده الخدمه ديالو متنقل. نعم. وشحال ملي كيجي للدار يعني اطول مده كيدوزها في الدار؟ يا شحال؟ يومين. وشحال تيغبر؟ يومين. يومين. وشحال يعني تيمشي يخدم شحال د الوقت؟ شهرين ثلاث شهور. داكوغ. دونك كتبقى المسؤوليه ديالك وديال على الدار، يعني ديال الدار يعني وديال الدراري. المسؤوليه كلها عليا، على ظهرك انت. مصاريف ديال البيت، الطبيب، اي حاجه خصني انا اللي نديرها. دابا هو المشكل اللي كنعاني منه بزاف، وعندي طاقات يعني قبل ما نفجر شي حاجه، يعني نساعد مثلا الناس ولا شي حاجه باش نقدر نخرج من هذا المشكل، ولكن ما كنلقاش يعني شي فين. نعم، فين يعني نسي هذا المشكل هذا. عندي واحد السؤال، عافاك، فين كيجي الزوج ديالك ديك اليومين ولا الثلاث ايام؟ يعني كيفاش كدوزوها؟ كدوزوها مزيانه؟ كيفاش كدوزوها؟ دابا هو ملي تيجي يعني راسي يقول لك علاقتنا مزيانه وهذا وتيبغيني، ولكن انا دائما عندي الشك. كتشكي شنو؟ الوغ بلاتي دابا جينا لواحد النقطة مهمة لنادية. ملي كتشكي فاش بالضبط؟ واش كتشكي في الحب ديالو، ولا كتشكي في أنه عنده علاقة واحدة أخرى، ولا شنو هو الشك ديالك؟ كنشك أنه عنده علاقة أخرى، يعني ميمكنش يجلس شهر ويجي يجلس يومين ويعرف كان يمشي. نعم داكوغ. هذا مشكل كبير كنعاني منه بزاف، ودابا فين تيبقى فيا أنايا الحال؟ ملي تنتعصب تنفجر داك الغضب ديالي كله في الولد ديالي، ويلا عنده 4 سنين لدرجه ما تنعقلش. بعض المرات تلقى راسي تنضرب فيه بدون شوق. لا 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 ناديه، حنا ما نتفقوش معاك بجوج. لا انا لا دكتوره امال، لا الوليد ما دار والو. لا ماشي، انا ملي تنراجع نفسي وتنجلس مع راسي تنقول اشنا هو هادشي اللي تندير. نعم فوالا، انت ما تكونيش راضيه على نفسك في هذه المساله. ما راضيش على نفسي. نعم. وعندي بزاف ديال الحوايج، يعني تنبغي تشارك معايا كلشي، فهمتي؟ اي حاجه زوينه كنبغي تشارك معايا، ولكن نعم ما كتلقايش، ما كاينش حداك. دائما ولكن الوقت. ولكن انت عارفه عنده هذه الخدمه هذه؟ عارفه. يعني قبل الزواج كنتي عارفه كيسافر بحال هكذا؟ لا قبل الزواج كنا كاين بوحدنا وجالسين مستقرين في مدينه معينه وحده، ولكن من بعد شي شهور هكا ولينا كنتنقلوا بزاف. يعني خدمته تبدلات ولا شنو؟ لا نفس الخدمه، دابا انا درت المنزل ديالي فين استقريت بالضبط حدا الوالدين ديالي، وبقات الخدمه ديالو هو متنقله، فهمت؟ كل مره في بلاصه. تخي بيان. الوغ ناديه، تنشكرك اللي فتحتي لينا قلبك هنا، تنتي عطيتينا حتى افكار اخرى لموضوع اخر، وربما حلتنا الباب لمساله اخرى اللي ما تكلمناش عليها، انه ملي تيكون العمل ديال الزوج كيتطلب الغياب ديالو، فتا هذا نعتبره ان مارياج ا ديستونس ربما. وي يعني وي. يومين في الشهر راه قليله بزاف باش يتجمعوا. شوف عزيزه، وتكلمت على المساله المهمه ديال الشك امل اللي كنتي طرحتيها في اللي قلتها قبيله. دونك يعني الحياه، انا كنقول لك اختيارات. هذا السيد بون عنده خدمته، راه ما غاديش كيدور. راه ماشي خرج وخدا ويكاند ومشى مسافر مع راسه وخلاها بوحدها. وي كنحس بالاحتياج ديالها. دابا اهم حاجه ديك الوقت اللي كيدوزوا جميع،
واخا قليل خاصو يكون غني. نعم غني يعني يجلس معاها يعطيها الوقت يخرجوا جميع يقابل وليداته يعني يرتاحيه. ولكن امل ملي كيدخل الشك دابا هي شكات انه عنده شي علاقات اخرى ولا عنده علاقه اخرى اللي كتخليه يغيب بحال هكذا، في كاين الخلل انها باش يولي عندها الشك واش ما كاينش تواصل؟ يا يعني نورمالمون غتكون عارفه لي ديتاي ديال العمل ديال الزوج ديالها نعم. علاش كيغبر علاش هذا منين دخلها الشك كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. ما عرفناش منين جاها الشك ولكن دابا هي مع فين كتبقى الواحد بوحدو راه الافكار كتكثر الدماغ تيبقى خدام غير لما عيط ليهاش كتقول لك راه يمكن مقصر ولكن راه يمكن خدام حنا ما عرفناش خدمته الله يكون في العون. دونك هو اللي كان مسؤول راه قالت لك كتبغي راجلها وكيبغيها وفي كيجي كيقولها لها كون ما كانش باغيها راه الحل سهل راه باين وواضح راه الانسان فين كيبقى خصنا راه الثقل خصو يكون على جوج الجهات لكن هو كيخدم وخارج وباش كيجيب الفلوس للعائله ديالو خصها تفهم ولكن ديك الوقيته اللي كيدوزو خص هو المسؤوليه ديالو يدوزها معاها. نعم. باسكو كاين ازواج عزيز اسمح لي هذه نقطه مهمه اللي عايشين في منزل واحد وكيشوفوا بعضياتهم من الصباح حتى الليل وما كيدوزوا حتى حاجه مع بعضياتهم. نعم كل واحد عايش في عالم ديالو فوالا دونك ايه خاص الانسان فاش كيكون عايش بجوج مدن بعاد خاص لابد يجتمعوا مره مجهود اكثر ويكون شوية. مجهود اكثر وفاش يجلسوا يعطيو مجهود يعني قيمه الاخر اكثر يجلس معاه يهضروا يعاودوا بعضياتهم ياملوا بعضياتهم. نعم حنا عرفنا ربما ظروف العمل ديالو اللي هي اللي فوالا كتجبروا انه يغبر على البيت ديال الزوجيه ولكن باش تنصحيها يعني كيفاش تكلم مع الزوج ديالها باش يامنها باش يطمئنها بان راه ما كاينش علاقه اخرى راه غير العمل ديالو اللي شغلها اللي شغلوا عليها. لايجابي هي ساكنه في واحد المدينه اللي هي خدات القرار باش تجلس حدا والديها. نعم. داكور باسكو كانت في الاول هي راه قالتها بانها كانت كتمشي كتنقل معاه. نعم. كانت كتمشي ولكن دابا فاش ولدات الدري خصو يدخل المدرسه خصو يكون واحد لا ستابيليتي واحد استقرار وقدام والديها حداه دونك هي ماشي بوحدها دونك هذا ديجا امان في حد ذاته وهو فاش غيجي تقول لي رانا كنحس براسي بوحدي خصنا نهضروا يعني بزاف عاود ليا ما تخلينيش ما عارفه والو قول لي فاش كتفكر واش كتفكر فيا واش توحشتيني وحتى هي لا ميم شوز حاجه واحده اخرى خصها تشغل راسها الا كانت يمكن عندها الوقت وخصها تقدر تخدم تقدر دير شي صنعه تقدر دير شي حاجه اللي ما تبقاش جالسه كتسنى غير فوقاش غيدخل باسكو حتى هو مره ثانيه راه وينها يعني مو انا تفهمتها يعني راه ما تنسيش شي يومين في الشهر باش غتشوف راجلها. نطرح سؤال عزيزه واش حسن راجل اللي كيخدم وخدمته هادي راه ماشي كيتفلى راه خدام ولا راجل اللي غيخلي هاد الخدمه أكيد. ويجلس حداها بلا خدمه والمشاكل والنهار لا بلا خدمه ويجلس النهار كله جالس حداها يقول لها انا جلس. اكيد لا يعني حنا مثلا فوالا دوك لقاو حل الوسط يعني فوالا باش هذاك القلق اللي كتحس ترجع تسال نفسها شنو واقع واش ما تيقاش في راسها علاش كتشك تنوض في رداتها تشغل راسها تقرب من الزوج ديالها. نعم. مره قاعد تخلي ولدها عند والديها وتمشي معاه وي علاش لا فكرة. تمشي معاه للخدمه ديالو يجلسوا في لوطيل ولا يكريو راه الزوج ديالها دائما كاين حلول. نعم. ما نخليوش دائما نفكروا غير في الافكار اللي هي سلبيه. نعم. الوغ هذه حاله اللي ما عرفتش واش معنا مكالمه ثانيه من مدينه لا ما معناش مكالمه اخرى ف يعني كاين حالات اخرى اللي مثلا الزوج كيجي مره في العام دابا بالنسبه لناديه راه كيجي يومين في الشهر ولا. نعم. كاين حالات اللي كيجي الزوج مره في العام كينين. مره في هذا ناخذوا نختموا بنصائح هكذا الازواج اللي بعاد على بعضياتهم واللي باغيين بعضياتهم كيفاش يخليوا هذيك العلاقه بيناتهم تبقى ما تطفاش يعني بسبب البعد. اولا دائما يكون الفكره عندهم بجوج واضحه بان يجي واحد الوقت غيجتمعوا باسكو الزواج راه جوج الناس تحت سقف واحد. نعم. هذه الفكره الاولى ولكن شويه ديال الصبر. ثانيا الوقت اللي كندوزو ماشي لابد يكون اون كونتيتي. نعم. يعني الكميه خاص يكون القيمه الجوده. نعم. ديال الوقت اللي كندوزو بعضياتنا نعطي وقتي كله للزوج ديالي ونتهلا فيه وكل شيء وحتى هو لا ميم شوز يتهلا في مراته وفي وليداته باش ديك الساعات بحال قلتي كيعمر واحد الخزان ديال الحب باش ديك الساعات كتقدر تقدر هي لو طون باش يرجع باش النهار اللي غيتجمعوا ان شاء الله جميع. الا كانت عندكم حاله بحال هكذا مشاهدينا الا كنتوا كتعيشوا نفس يعني نفس هذا المشكل هذا او يعني بغيتوا تسالوا فيه بغيتوا تطرحوا اسئله اخرى حتى اي سؤال اللي ممكن دكتوره امل شباش تجاوب عليه تلتحقوا بنا على امواج راديو دوزان مع جوج من جوج حتى لاربعه بشكل مباشر. تنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.